وحول الآثار المترتبة أو التي يمكن أن تترتب على الإعلان عن هذه القرائن، ينضم إلينا عبر الهاتف من جدة الدكتور هشام مروة، عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري. دكتور هشام، أهلا بك. السلام عليكم، حياكم الله، مساك الله بالخير. حياك الله. برأيك ما الأثر القانوني المترتب على إثبات هذه المعلومات؟ الواقع يعني أمر على درجة عالية من الأهمية، تتواتر الأدلة وتأتي القرائن من هنا وهناك تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المسؤول عن ضربات الكيماوي ونفذها بقصد وبعمد، يعني جارين مكتمل الأركان كما يقال في القانون، هو النظام السوري. وبالتالي هذه القرينة بالإضافة إلى القرائن الموجودة لدى الدول الأخرى غالبا أنها ستكون أمام لجنة التحقيق الدولية التي ستقوم بالتحقيق بهذه الأدلة وتقدمها مجتمعة في تقرير إلى مجلس الأمن. المفترض في مجلس الأمن في هذه الحالة أن ينتخب قراره حسب الفقرة 21 من القرار 2018، إذ تنص على ضرورة اتخاذ إجراءات مستندة إلى الفصل السابع من الميثاق، أو إحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية. محكمة الجنايات الدولية تتعامل مع هذه الجريمة على أنها جريمة حرب، وهذه جريمة الحرب وجريمة ضد الإنسانية بالتأكيد سيكون لها العقوبات التي نصت عليها اتفاقية. طب اسمح لي دكتور هشام، يعني ليست المرة الأولى هذه، يعني يتقاطع ربما الأمر مع ما قيل إنه قبول المحكمة الجنائية الدولية من قبل أيام دعوة قانونية تقدم بها الائتلاف ضد الأسد وعديد من عناصر أجهزته الأمنية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ثم نفت المحكمة ذلك لاحقا. كيف يمكن أن يكون الأمر مختلفا هذه المرة، يعني بعد أن اعتاد الشارع على سماع أخبار ومعلومات يجري لاحقا إما تكذيبها أو ثبوت بطلان تأثيرها؟ يعني اريد اؤكد الحقيقه شيء مهم جدا. اول، هناك فصل، الشيء اللي استدر للاذهان ان المحكمه الدوليه نفت قبولها هذا لا يعني انها نفت تسجيلها، قالت انها تم تسجيلها وانها يتم دراستها عبر مكتب المدعي العام، وهذه الدراسه بالتاكيد ستفضي الى قرار يتخذ بها. قد لا يكون ادراجها امام محكمه الجنايات الدوليه، لكن ليكن واضحا ان المدعي العام له الحق بان يحرك الدعوه العامه بعيدا عن مجلس الامن اذا ارتكبت احدى دول قرارات تسجيل جرائم حرب او جرائم مخالفه لاتفاقيه محكمه الجنايات الدوليه. تتوقع ذلك دكتور هشام؟ الواقع لا اسمح لي، بالنسبه لجريمه خان شيخون وضع افضل واقوى. يعني الجرائم التي قدمت، الدعوه التي قدمها الائتلاف تحدث عن مجال ارتكبها النظام، اما هنا نحن امام جريمه محدده وهناك تقرير سيصدر عن لجنه مشكله من منظمه حظر الاسلحه الكيماويه، وهذه المنظمه عندها شهود وعندها حالات وعندها بينات تقدمها لمجلس الامن، لذلك الوضع في خان شيخون اقوى من الدعوه التي اشرت اليها والتي سجلها الائتلاف. نعم، اشكرك جدا دكتور هشام مروه، عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري. شكرا لكم.